حققت مملكة البحرين إنجازا كبيرا على الصعيد العربي في مسابقة تحدي القراءة العربية خلال الحفل الذي أقيم اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأحضره سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. وحققت إنجازين، الأول على صعيد الطلبة إذ فازت الطالبة البحرينية ولاء البقالي من مدرسة جد حفص الثانوي للبنات بالمركز الثالث عربيا، وذلك من بين 3.5 مليون طالب عربية. قد شاركوا في مختلف مراحل وتصفيات هذه المسابقة من أصل 18 دولة عربية. أما على صعيد المدارس فقد تم اختيار مدرسة الإيمان الخاصة قسم البنات ضمن أفضل 3 مدارس على الصعيد العربي من بين 30,000 مدرسة حكومية وخاصة شاركت في مختلف مراحل هذه الفعالية. كما قد تم تكريم مملكة البحرين مرتين في هذا المحفل العربي والدولي الكبير تأكيدا لما تتميز به مدارسها من إمكانات ولما يمتلكه طلبتها من مهارات كبيرة كانت وراء هذا الإنجاز. وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي بمبادرة تحدي القراءة التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي كان لها أبلغ الأثر وأفضل النتائج في تحفيز الشباب العربي على القراءة. يذكر أن 18,000 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين قد شاركوا في فعاليات مبادرة تحدي القراءة، وقد تم تكريم 162 منهم على مستوى البحرين والعشرة الأوائل، وتمت دعوة العشر الأوائل للمشاركة في الحفل الختامي الذي أقيم في دبي. إن الإنجاز الذي حققته اليوم وزارة التربية والتعليم يؤكد مقدار الدعم والمساندة التي تجدها المسيرة التعليمية من قيادة بلدنا العزيز يحفظه الله ويرعاها. سوف نستمر في تشجيع القراءة لدورها الكبير في بناء شخصية الطالب والطالبة وفتح آفاق أمامهم نحو المستقبل والارتقاء بتحصيلهم الدراسي في مختلف المراحل. طبعا سعيدة جدا بحصولي على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي، وفوزي هذا هو فوز لكل بحريني شارك في هذه المسابقة، وأحب أشكر كل من كان له دور في دعمي ومساندتي لوصولي إلى هذه المرتبة. بداية أحب أشكر أمي وأبوي اللي ساندوني من أول لحظات مشاركتي في هذه المسابقة إلى لحظة تتويجي على المنصة مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وطبعا فوزي ما كان راح يتم وما كنت راح أقدر أحصل على المركز الثالث بدون دعم الوزارة. طبعا الوزارة قدمت لنا دورات للمشرفين ودورات للمعلمين، وبالتالي هم وصلوا لنا المعلومات عشان نكون على اطلاع ودراية كاملة بالعملية اللي راح تتم فيها المسابقة. وطبعا أشكر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على تواجده اليوم في الحفل، فهذا كان أكبر دعم وفخر لنا، حسسنا فعلا إن احنا مثلنا البحرين خير تمثيل سواء أنا أو زميلاتي الباقي اللي يوم البحرين. نفخر احنا كوزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على المشاركة في هذه المبادرة الرائدة فعلا في مجال الفكر التربوي، ومشاركة أبنائنا من مملكة البحرين فيما يقارب 18,000 طالب وطالبة أتموا قراءة 50 كتاب. ولله الحمد في هذا اليوم في هذا الاحتفال تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تم رفع اسم البحرين على منصة التتويج من خلال ترشح مدرسة من المدارس المتميزة مدرسة الإيمان الخاصة، وهذا دليل على إشراك جميع مدارس المملكة سواء كانت حكومية أو خاصة اللي تحوز على اهتمام وزارة التربية والتعليم في تحسين أدائها وممارساتها وإشراكها في جميع المحافل والمناسبات، بالإضافة إلى الطالبة ولاء البقالي من مدرسة جد حفص الثانوية وحصولها على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي.